تيجي تختاري شريك حياتك، اختاريه على اساس الثوابت اللي هي ما بتتغيرش، واهم الثوابت دي هو ثابت واحد بس وهي الاخلاق. اذا وجدت الاخلاق الحياة اتصلحت، واعرفي انك اخترتي الشخص الصح اللي في حياتك. في ستات كتير قوي 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 يا جماعة بتيجي تختار شريك حياتها عن طريق الحب، يعني المقياس الوحيد بالنسبة لها الحب. وطبعا الحب يا جماعة متعلق بالقلب، والقلب متقلب يعني مش ثابت. وكمان في ست تيجي تختار الراجل علشان بيقول كلام حلو، كلام اللي هي بيقوله مقتنعة بيه، وبتبقى ايه طايرة لما بتسمعه، وبرده ده ممكن يقل وبرده مش ثابت. الحاجة الوحيدة الثابتة اللي هي عمرها ما بتتغير خالص هو احترام الراجل ده لنفسه، واحترامه للناس اللي معاه او لأهل بيته. طبعا كل ده بيجي عن طريق التربية والأخلاق، فعلشان كده احنا بنختار على مقاييس تانية خالص، عشان كده ما بنوصلش للنقطة دي. بس أنا من رأيي لما تيجوا تختاروا الراجل اللي في حياتكم اختاروه في صفة المروءة. يعني ايه المروءة؟ يعني شخص متربي، شخص عنده أخلاق، شخص يعرف يصون أهل بيته، يصون أخته، يصون مراته، يصون اي حد قريب منه موجود في حياته. فابعدوا عن الحب وجنبوه خالص، واختاروا الراجل اللي عنده مروءة.